قلنا هذا أن أفعال العباد مخلوقة والعبد له قدرة واختيار، لكن تحت مشيئة الله النافذة. ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون. لا، قلنا كلفنا الله بأقل مما نطيق، ومع هذا جاء التخفيف، فأتوا منه ما استطعتم. نعم. ولا يطيقون إلا ما كلفهم. نعم، يطيقون أكثر. نعم. وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله. الآن عندما يقول المؤذن حي على الصلاة، إيش تقول؟ تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، تجمع بين العبادة والاستعانة لأنك ضعيف، وتريد ماذا؟ تريد من الله الإعانة، تتبرع من حولك ومن قوتك، تجمع بين العبادة والاستعانة. لا حول ولا قوة إلا بالله، تخرج من البيت بسم الله توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. مفهوم؟ عثمان رضي الله عنه عندما استأذن في الدخول قال له قال النبي صلى الله عليه وسلم ائذن له وبشره بالجنة على ماذا؟ ها؟ بلوى تصيب. جاء وبشر بالجنة على بلوى تصيب، وقال ماذا؟ قال الله المستعان، تبرأ من حوله ومن قوته. مفهوم الشيخ؟ لا نستطيع أن نستغني عن الله طرفة عين. وقلنا لك لا تقول هذا بجدي، هذا باجتهادي، أنا محقوق به على علم من الله أني له. لا، سليمان عليه الصلاة والسلام فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني، هذا ابتلاء ليبلوني أشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر نفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. مفهوم؟ تتبرأ من حولك ومن قوتك وتقول يا نفس ما هو كل سوء. مر معك. نعم. هو يفسر الآن معنى لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. ولا حركة لأحد ولا تمول لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله، ولا قوة لأحد على نظام طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله. يشرب الدخان، نسأل عافية السلام ونصح، قال يا رب أعني على ترك الدخان، لا حول ولا قوة إلا بالله، ويدعو الله يعينه الله. اي نعم الله. نعم. وكل شيء يدري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره. تقدم معنا العلم والقضاء والقدر. نعم. غلبت المشيئات كلها وغلب قضاءه والنيلة كلها، يفعل ما يشاء وهو غير ظالم ابدا. نعم. تقدس عن كل سوء وحيد. لانهم قالوا أن هذا الذي يقع ليس بتقدير الله. نعم. تعالى الله عما يقول. نعم. وتنزه عن كل علم وشيء. نعم. لا يسأل عما يفعل وهو مسألون. نعم.